تاني وتالت ورابع. وزي ما انتوا سامعين سحر الصوت دفء المشاعر رغم صغر سنها، لكن عملت حاله عظيمه في برنامج الدوم وهنا كمان عندنا. غنت قديم وتالقت مع الحان كوكب الشرق ام كلثوم، وقالوا لنا ساعه البرنامج لازم نفضل فاكرين اسمها لان هيكون ليها شان كبير الفتره الجايه. طب يا ترى ايه حكايتها؟ وبدات امتى؟ وبدات ازاي؟ وعرفت امتى ان صوتها حلو؟ وانضمت ازاي لبرنامج الدوم؟ ده كله هنعرفه النهارده من الصوت الدافي ملكه ماهر ورحله موهبه وصلت بيها للتصفيات النهائيه في برنامج الدوم، ومنوره يا اجمل ما في الايام. والله ابنكم، وانا بجد بتشرف ان انا قاعده قدام ثلاثه بجد انا بحبهم جدا جدا. اهلا بيكي طبعا يا ملكه، وبحييكي على اختيارك بلعبه الايام، وعارفه بيسموها براعه الاستهلال كده، داخله علينا بحاجه ضخمه عظيمه يعني رياض السنباطي وورده وحاجه رائعه. طبعا نقول لجمهورنا برضو، احنا كنا بنقول في الانترو ان انت قدمتي السنه دي في اكاديميه الفنون عشان تدرسي بقى الموسيقى عندنا ان شاء الله، وحاجه مبشره. وزي ما قالت هبه يعني شفنا في اللجنه طبعا مايسترو يعني نادر العباسي لما شكر في صوتك وحلله تحليل جميل رائع، اداكي ثقه في نفسك جدا. انا يعني كنت طالعه معاكي طبعا انا كنت طالعه مرعوبه اساسا، وكنت خايفه منه من المخرج تامر محسن جدا تامر محسن اشاد بيكي، وهو اللي قال الكلمه اللي قالتها. ما انا بالنسبه لي ما صدقتش وقتها، توقعوا الاسم ده ان هو هيبقى يعني مميز في عالم الفن. والجميله ليلى علوي اثنت عليكي كمان، ده اداكي ثقه بعد كده يعني تبتدي وتفكري في اغاني نفسك. بالظبط، اداني طاقه كبيره قوي ان انا فعلا عايزه مش بس اهتم، لا ادرس. يعني انا برضو خدت الخطوه بتاعت الاكاديميه ان انا ادخلها علشان عايزه اكمل بقى حياتي كلها على ده ان شاء الله، ونفسي اكبر وابقى دكتوره زي حضرتك طبعا. طبعا ان شاء الله. واسمحي لنا نحيي الفرقه بقى يا هبه ويا ايمان طبعا. اسلام القمري على او القمري على العود، وهو معيد كليه تربيه نوعيه، اهلا بيك. ويوسف علاء على الكيبورد، احمد علاء على الكيبورد، ومعانا احمد الدرامر اهلا بيك، واستاذ محمد على الطبله والايقاع اهلا بيك. يعني فرقه عناصر النجاح كلها. منورين. منورين. وملكه ولا ملكه؟ ملكه. 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 وانت عندك ملكه، عرفتي الملكه دي امتى؟ وانت في اي سن؟ ودربتي نفسك ازاي؟ واقنعتي اللي حواليك ازاي؟ اول حاجه خالص بدات في الغنى من وانا عندي 6 سنين، كنت في الحضانه وكنت بغني ومش عارفه ايه، بس ما كنتش اخداها يعني ان انا خلاص هبقى حاجه في الحضانه. الحضانه في اه والله. كنت بتقولي ايه في الحضانه؟ كنت بغني، انا عندي بغبغان، وكنت الحلوه دي. كنت بغني كل حاجه بقى للاطفال، وكنت اول مسرح اقف عليه هو مسرح اوبرا السيد درويش في اسكندريه. انت اسكندرانيه دايما؟ اسكندرانيه لقالق. وغنيت عليه ورده الفل وياسمين، كانت رهبه بالنسبه لي كبيره قوي ان انا اقف على مسرح الاوبرا، وفي اول كمان مع يعني معرف الناس عليا.